فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تثبت الشفعة في غير العقار كما لو كان كل شريك يملك آلة لا تعمل إحداهما إلا بوجود الأخرى؟ لا، هذا ما يصلح، لأن لازم يكون الشيء متتابع، مثل الرحى، مثل الرحى لازم تكون الطبقة العليا والسفلى، ولا ما تصلح للاستعمال، بعضه يتبع بعض، هذا كالشيء الواحد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.